لو افترضنا ان انا مثلا عندي array زي الاري اللي قدامي دهيت array of integers، عايز اسورت ال elements اللي في الاري دهيت. ازاي ممكن نسورتها؟ لو انا عايز سورت الاري ديت ascending يعني تصاعدي، نفترض ان مثلا الاري عايز ارتبها كده ascending تصاعدي، ان يكون الصغير فوق والكبير تحت. فابسط حاجه وهي ديت اللي بيعملها selection sort، ان هو بيدور يلف الاول على الاري كلها، يدور على اصغر element. اول ما يلاقي اصغر element اللي يلاقيه دوت، بعد ما يلف على الاري كلها ياخده ويطلعه فين؟ فوق. بعد كده يلف تاني على الاري كلها، يدور على تاني اصغر element، يقوم واخده وحطه في تاني سيل. بعد كده يدور على تالت اصغر element هكذا، ويحطه في السيل اللي بعدها. تعالوا نشوف ازاي. يعني مثلا لو هي دي الاري بتاعتي، ده اول مكان، تاني مكان، وهكذا لحد الاخر. هيمسك الاري يلف عليها من الاول للاخر، يدور على اصغر element. دلوقتي هو مع التمانية، هي اصغر حاجة. الستة هي اصغر من التمانية، هيبقى اصغر حاجة بالنسبة له هي الستة. يعني هو بيبقى عنده variable كده على جنب مثلا اسمه المينيمم، ماشي، بيبدأ initially بأول واحد. طيب بعد كده يخش على اللي بعد منه، هل ده اصغر من التمانية؟ اه اصغر من التمانية، يبقى المينيمم بتاعي مين؟ ست. يخش على كده على التسعة، هل التسعة اصغر من الستة؟ لا، يبقى المينيمم زي ما هو ست. يخش على الأربعة، هل الأربعة اصغر من الستة؟ اه، يبقى المينيمم بتاعي دلوقتي أربعة. يخش على الاتنين، هل الاتنين أصغر من الأربعة؟ اه، يبقى المينيمم بتاعي اتنين. يخش على الخمسة، هل الخمسة أصغر من الاتنين؟ لأ، يبقى المينيمم بتاعي اتنين. لف على الأري كلها لفة وجاب أصغر واحد فيها، طلع له مين أصغر واحد؟ هو الاتنين. يقوم يعمل ايه؟ يقوم يطلع الاتنين ديت فوق خالص في أول مكان في الأري، فهيسواب التمانية مع الاتنين، يطلع الاتنين مكان التمانية وينزل التمانية مكان الاتنين. فهنشيل التمانية ونشيل الاتنين ونسوابهم مع بعض، نطلع الاتنين فوق ونحط التمانية تحت. كده هو جاب أصغر element في الأري، حطه فين؟ في أول مكان. وعشان يعمل ده لف لفة كاملة على الأري. طيب يبدأ بعد كده يخش على المكان، يعني هو كده خلاص حط الاتنين في مكانه الصح، يعني حط اقل واحد في مكانه الصح. يمشي بعد كده على المكان اللي بعد منه، عايز اجيب الاليمنت المفروض يتحط في مكان رقم واحد. مين الاليمنت المفروض يتحط هنا؟ يعمل ايه؟ يلف من اول هنا لحد تحت خالص، يشوف اصغر واحد مين، فيعمل نفس الحركه. يبدا بالمينيمم بست، يكمل يخش على التسعه، هل التسعه اصغر من سته؟ لا. هل التسعة دي أصغر من الستة اللي هي المينيمم؟ لا، يكمل. هل الأربعة أصغر من المينيمم اللي هو الستة؟ أه، يبقى إيه؟ يبقى المينيمم بتاعي دلوقتي أربعة. بعد كده على التمانية، هل التمانية أصغر من الأربعة؟ لا. هل الخمسة أصغر من الأربعة؟ لا، يبقى المينيمم بتاعي مين؟ يبقى المينيمم بتاعي الأربعة. يبقى الأربعة هي أقل واحدة في الإليمنتس اللي فاضلة، يبقى المفروض تطلع تتحط في المكان رقم واحد. يبقى هيسواب الأربعة مع الإليمنت الموجود في المكان رقم واحد اللي هو الست. فهنشيل الستة ونشيل الأربعة ونحط الأربعة فوق مكان الستة، والستة تنزل مكان الأربعة. كده هو حط الأربعة في مكانها الصح، جاب تاني أصغر element. لو خدنا بالنا هنلاقي إن الأحمر ده كده كده هو خلص خلاص، الأحمر دول اتحطوا في أماكنهم الصح. الاسود دولت اللي هم لسه عايزين نشوف نرتبهم مظبوطين، لكن المفروض الاحمر ده كده خلاص هو اتحط في المكان الصح. اول مره جاب اصغر واحد خالص وحطه في مكانه الصح، تاني مره جاب اصغر واحد بين اللي فاضلين وحطه في مكانه الصح. نيجي دلوقتي المفروض يجيب اصغر واحد من السود ويحطه في مكانه الصح اللي هو مين؟ التلاته. هو خلاص حط الحاجه مكانها في مكان رقم 0، ده حطها في مكانها صح، مكان رقم 1 حطها في مكانها صح. في 2 عايز يجيب بقى الحاجه المفروض تتحط في مكان رقم 2، يقوم يعمل ايه؟ يلف على كل اللي فاضل يجيب اصغر واحد فيهم اللي هو المفروض يبقى الخمسه. يعمل نفس الحركه، المينيمم هيبقى بالاليمنت اللي واقف عليه دلوقتي يساوي تسعه، يقوم يمشي. هل السته اصغر من المينيمم؟ اه، يبقى السته هي المينيمم. هل التمانيه اصغر من المينيمم؟ لا. هل الخمسه اصغر من المينيمم؟ اه، يبقى المينيمم بتاعي هو الخمسه. يبقى ياخد الخمسه يعملها سوابنج مع التسعة، يطلعها مكان التسعة، هيقوم
يمسح التسعة ويمسح الخمسة ويطلع الخمسة فوق وينزل التسعة تحت كده. هو خلص أول تلات أماكن في الأري، حطهم في مكانهم الصح. يبدأ يكمل يتنقل على الخطوة اللي وراه. المينيموم دلوقتي هنا بكام؟ هيبقى بست. المكان اللي هو واقف عليه هو عايز يجيب الإليمنت المفروض يتحط في المكان ده، فبيحط ان هو ست. يكمل لف على الأري. هل التمانية أصغر من ستة؟ لا. هل التسعة أصغر من المينيموم اللي هو ستة؟ لا. يبقى المينيموم بتاعك مين؟ هو الستة. خلاص يبقى الستة هتفضل في مكانها زي ما هي، أو ممكن يعمل سواب لنفسها مع نفسها، يعني سواب للستة مع الستة كأنه حطها في نفسها في مكانها. بعد كده يخش على التمانية. هو كده خلاص اتأكد ان اللي فوق دول كلهم في مكانهم الصح. فضلوا اخر اخر خانتين. هيبدأ المينيموم بتاعه بتمانية. ينزل يبص هل التسعة اصغر من المينيموم اللي هي التمانية؟ لأ. يبقى المينيموم بتاعك هو التمانية اللي هي نفس التمانية. هيسواب التمانية مع نفسها. كده هو حط التمانية في مكانها الصح. يتفضل له آخر حاجة بقى ان هو يخلي منهم بتسعة ويكمل شغله. منهم بتسعة خلاص مفيش حاجة بعديها اصلا. يبقى هي ايه؟ يبقى التسعة هي دلوقتي في مكانها الصح. وكده يكون خلص الاري كلها، لف على الاري كلها وخلاها سورتد. سيلكشن سورت تاني عمل ايه؟ مسك الاري في الاول، قال لك ادور على اصغر واحد في الاري كلها، لف على الاري كلها علشان يدور على اصغر element. ولما بيلاقي اصغر element بيعمله سوابينج مع الاليمنت اللي كان في المكان دهوت. جاب اصغر element، كان الاتنين حطوه في مكانه الصح. بعد كده دخل على الانتري اللي وراها، يدور على اصغر واحد في الاري من اول هنا لحد الاخر، طلع له الاربعه، عمل له سوابنج مع الرقم اللي كان موجود هنا اهوت، فالاربعه اتحطت في مكانها الصح. ينقل بعد كده على السيل اللي وراها، يلف على الاري كلها من اول هنا ونازل، يدور على اصغر اليمنت فيهم، لقى ان اصغر اليمنت هو الخمسه، عمل له سوابنج وحطه فوق. وهكذا ينقل على السيل اللي وراها، يدور على اصغر واحد ويحطه في المكان دوت، وبعد كده ينقل على وراها يجيب اصغر واحد ويحطه في المكان دوت، وهكذا.